فإذا موضوع النور والظلمة من بداية الأيام دايما منشوف هذه الحرب الروحية، الحرب بين مملكة الظلمة وبين مملكة النور المتمثلة بأولاد النور. وأعود وأكرر، هنا ليس مجرد صراع بين ديانة وديانة، مع أنه كأنه يبدو هكذا، لكن هو صراع بين الخير والشر، صراع بين الظلمة والنور، صراع بين المسيح وكل أجناد الشر الروحية، صراع المؤمن مع غير المؤمن، أقصد المؤمن اللي اختبر يسوع المسيح. فهذه الشهادة أحبائي، إذا كان في مسيحيين اسميين تغيرت حياتهم يقولوا هذه العبارة: أنا انتقلت من الظلمة إلى نور. وإذا كان أي شخص بيتبع أي ديانة أخرى يقول: أنا تحولت من الظلمة إلى نور، أي أنه قبل نور المسيح اللي كشف قلبه وحياته، وهذا النور قاده إلى شخصه المبارك، أي إلى يسوع المسيح.